هاي كاتر كاتر معك حكيم قلت ما رجعتكم اليوم بمقطع جديد. مقطعني عبارة عن حدث فورتنايت يا جماعة الخير، فقدرت مقطع دمت خلات الصنصرية راس محمد، وخليكم مع المقطع يا جماعة الخير. مقطع اليوم مثل ما قلت لكم شو اسمه الحدث، فمرة مرة متحمس، وباقي الحين عليه 18 دقيقة، فمرة متحمس يا جماعة الخير، والحمد لله اني لحقت عليه. جيت من شو اسمه جيت بدري، يعني قبل لازم اجيه قبل 5 دقائق، او ذيك مرة جيت قبل 30 ثانية دخلت على اخر الثواني، ف دائما اتاخر بالاحداث، فالحمد لله اني لحقت عليه. الحين شو السالفة بو 18 دقيقة؟ يقول الحين ذا هو الحدث وبو 18 دقيقة، وشو ذا؟ ما ادري، ولا يمكن اي صح، ولا انا غبي. الحين ادخل بطور واحتري لين تجي 18 دقيقة ونبدا ونلعب، ادري يجي على الحداث قصدي. دقي بحاول عربي والعب، ولا باقي 15 دقيقة. يوه ما امامي على الاثنين بس، ولا ما يقف لعبي. شوفه ها شو يتحرك، ها ما ادري غريبة. المهم راح وش ذا، الحين باقي 15 دقيقة. ستتولى المهمة أفضل قائدة ميكانيكية في الواقع بأكمله. سوف طيب انت ما تخيل باقي الحين 25 دقيقة. العب او كلنا نتحكم بو، اتوقع نتحكم بو. الماب فوق حقنا، شو نسوي الحين؟ الحين اطلق انا صح؟ اتوقع والله ما ادري انا اطلق ولا لا. ضغط بتوات بس. اشوا العب حنا نمشي با والله دمرناهم تدمير. قول دمر دمر بسرعة. وش ذا؟ اكسر
ايوه اولي اوه اولي روي قوي فجر تفجير دمر اي شيء. اوه لا 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 اوه اها وش السالفة من يدين اطلع ولا اعوذ بالله اها ايه ذا الفزعة والله موسى سكني ايه بيهيل نفسه اكسات 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 توقع بيجي زي كذا زي سلير يعني شو اسمه اضافة توقع اوه كفو انشحه مرة ثانية لا ليش بيرجع لالي شوفوه هنا ها لا يرى ما يرجع دمر ذولي اها وش سالفة ترى ضغط خلاص دمرنا ذا طيب قول له ايه بيقول له بيفجرهم ذولي ارفع راسك قول له والله والله قوي يلا اكسر 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 ايوه لا 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 دخل بالأرض لقاها من تحت الأرض شو نسوي الحين نلحقه نلحقه هو معنى ذا سكار بدي يرجع سكار وين واحد هنا وين والله عليك اوه انفجر انفجر بسرعة 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 وش ذا
تعال فوق. اح وش سالفة؟ اح وش ذا؟ الله اح او ذا الآلي صح؟ ايه والله يا رجل، الله يدبجه دبجه. من هذا؟ ايش نسوي احنا عاد؟ وش هذول؟ بس انا بقى واحدة الله يقلعها طاحة. شو السالفة؟ واه ورا كذا قول نزيل شو صار؟ اتوقع قضينا صح؟ قضينا الرسالة. ايه قضينا. اوه والله يا كان شو اسمه، حدث ممتع صراحة. واضح انه تعبوا عليه قوة. بس ما تخير، هذا كان مقطعنا اليوم. ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. اذا عجبكم لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات، وايضا لا تنسون الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا كان مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. اشوفكم باذن الله بالمقاطع الجايه. السلام عليكم.